Hello, my dear students, parents and screen viewers watching us now. أهلا بكم أعزائي المشاهدين, and welcome in another episode in our program, The Secret of Superiority or The Secret of Success. أهلا بكم في حلقة تانية من برنامجنا سر التفوق. Hopefully you'll find it useful. أتمنى إنها تكون مفيدة. We made this episode specially for our dear students of The Inclusion. احنا عملنا طبعا الحلقة دي مخصوص للطلبة احبائنا والعزاز علينا جدا, طلبة الدمج. طبعا we revise or make our final revision in the third year secondary, final revision of the third year secondary for the first year secondary students. Third, يعني احنا بنعمل المراجعة بتاعتنا دي للطلبة بتوع الصف الثالث الثانوي لطلبة الدمج. Hopefully you find it useful. نتمنى ان انتوا تستمتعوا بيها وتلاقوها مفيدة ليكم. طبعا المرة اللي فاتت كان في حلقة وعرفنا من خلالها طريقة الأسئلة. هنعمل تشيك على ده تاني ونقول تاني عشان الناس اللي ما شافتش ايه طريقة الأسئلة اللي موجودة عندنا في الاختبار بتاعنا بتاع الانجليش. عندنا أول سؤال بيواجهنا بيكون situation أو dialogue كده بسيط جدا جدا ما بين شخصين. في الدايلوج ده بيبقى ناقصه سبيس واحد او فراغ واحد بس, والمفروض ان هو بيتم ما بين اتنين, بيبقى مكتوب مين الاتنين دول. بيتقال مثلا انه المذر قالت حاجة او الام مثلا في السيتويشن ده قالت حاجة معينة, المفروض انه يو او انت بترد عليها, فبيسيب سبيس كده بعد الكلام بتاع المذر وبيدينا تلات اختيارات A, B و C. المفروض ان احنا هنختار من التلات اختيارات دول ايه هي الريبلاي المناسب او ايه هي الاجابة المناسبة اللي تكون رد فعل للموقف او الكلام اللي قالته المذر في السيتويشن ده. طبعا ناخد بالنا كويس جدا لانه ممكن تكون الاجابة مناسبة للجملة اللي اتقالت ولكنها مش مناسبة للسيتويشن. احنا اتفقنا انه كل سيتويشن بيبقى فيه قبله جملة بتعرفنا السيتويشن ده عن ايه او الموقف ده عن ايه, فنقرا الجملة دي كويس وبعد كده نروح للكلام اللي قاله الشخصيات, وبناء على الاتنين دول الكلام اللي بيتقال بيوصف السيتويشن وكمان الكلام اللي اتقال عن من طريق الشخصيات, ساعتها احنا هنقدر نحدد الإجابة السليمة هتكون ايه. ممكن إجابة او إجابتين ينفعوا لنفس الجملة ولكن ما تنفعش للموقف, واحنا خدنا أمثلة عن كده في الحلقة اللي فاتت. وطبعا today ممكن ناخد أمثلة تانية عن السيتويشن عشان نعمل مراجعة تانية. طب ده أول سؤال اللي هو السؤال بتاع الدايلوج. في عندنا سؤال تاني بيجي وهو سؤال choose أو الاختياري. السؤال ده طبعا بيتكلم على structural usage, على استخدامنا للجرامر بقى والقواعد والكلمات. الناس الشاطرة اللي حفظت الكلمات والقواعد بنبتدي بقى نحاول ان احنا نعرف ايه هي الكلمة المناسبة اللي تتحط في المكان الفاضي او في السبيس. هنختارها برضو من تلات اختيارات. نقرأ الجملة كويس بعد كده نشوف التلات كلمات اللي هم كاتبينهم تحت الجملة مين فيهم المناسبة لتكمل الجملة بشكل سليم, سواء في كلمات او بشكل سليم ليتماشى مع القاعدة اللي موجودة في الجملة كجرامر. طيب وبعد أسئلة التشوز بيجي لنا سؤال تاني وهو سؤال ماتش. سؤال ماتش ده يعني توصيل, احنا ناخد منه مثال النهاردة. بيجي لنا column A و column B, عمودين كده A و B, وبيبقى مكون من خمس أسئلة أو جمل, وبعدين بنبص عليهم نحاول نشوف نوفق الجزء الأول من الجملة أو السؤال مع الجزء الثاني اللي بيكملها من العمود الثاني أو column B, ونحاول نشوف ايه الجملة او التكملة المناسبة للجملة او السؤال اللي موجود عندي. بعد ما بخلص سؤال الماتش بيجي لنا سؤال الريدنج, وانا جبت لكم reading passage النهاردة هنقراها ونشوف كده ازاي طريقة الريدنج بتيجي في التست. هنقرا الريدنج ونحاول طبعا نفهمه كويس ونعرف الريدنج ايه الكلمات اللي فيه والحاجات اللي فيه. بعد كده بنقرأ الأسئلة بتاعت الريدنج, هي عبارة برضو عن خمس جمل. الخمس جمل دي بتيجي أسئلة جمل صح وخطأ.
يعني بشوف كده الجملة أقراها كويس، هل هي بالظبط نفس المعلومة اللي في الباسج أو اللي في القطعة؟ لو بالظبط نفس المعلومة يبقى الجملة دي صح، لو هي مش نفس المعلومة حتى لو المعلومة ممكن تكون سليمة أو ممكن تكون ده رأيك فيها أو كده، ولكن ما ينفعش أعمل صح على حاجة مش موجودة في القطعة بنفس المعنى والنص. علشان كده لازم نقرأ الباسج كويس، كل الجمل اللي مكتوبة تحت الباسج في سؤال الريدنج تكون صح أو غلط بناء على اللي ورد في القطعة أو اللي موجود في القطعة. فهقرأ الجملة، لقيتها نفس المعلومات أكتب صح، لقيتها مش نفس المعلومات اللي القطعة بتقولها يبقى هعمل علامة خطأ أو true or false يعني. طيب، في أسئلة طبعا خاصة بالستوري، وهي برضو بتبقى أسئلة choose أو اختيار، بيجيب لنا 3 اختيارات لتكملة جملة معينة أو لإجابة على سؤال معين. تعالوا بقى كده نبتدي الحلقة بتاعتنا بسؤال ماتش، وبعد كده هنروح لسؤال ريدنج، بعدين نرجع نراجع بقى الدايلوجز والتشوز والكلام ده كله. هنبص كده على البيبر اللي موجودة قدامنا، الورقة اللي قدامنا بتقول سؤال الماتش مكتوب فيها زي ما احنا شايفين في عمودين، العمود A أو الكولم A مكتوب فيه number one how can I، وبعدين الجملة الثانية if you study well لو ذاكرت كويس. طبعا دي جملة F والمفروض ان احنا هندور على التكملة المناسبة ليها. الجملة الثالثة I'm going to travel to معناها ان انا هسافر لمكان معين، هنشوف بقى ايه التكملة المناسبة ليها من الجنب التاني، وهي موجودة قدامكم هنا. الشاطر بقى اللي هيبص كويس واحنا عمالين نقراها سوا كده يحاول يستنتج التكملة المناسبة تكون ايه. For I study many subjects يعني انا بدرس كتير من المواد، وبعدين 5 I live انا عايش، وبعدين طبعا في space او فراغ علشان هنشوف بقى ايه التكملة المناسبة في الجنب التاني. الجنب التاني من العمود ده المفروض فيه الاجابات اللي هنوصلها بتبقى فيه واحدة زيادة، يعني احنا هنشوف كويس هما 5 جمل هنا، ولكن في الجنب التاني هيبقى فيه عندنا 6 جمل تكملة للجمل، فلازم ناخد بالنا ان هتبقى فيه واحدة زيادة، او نعد كويس نشوف هنا 5 هنا 6 يبقى في واحدة زيادة. اوكي، فنعد كويس ونشوف ونحاول بقى نركز دلوقتي ونعرف التكملة هتكون ازاي. Let's have a look، تعالوا نرجع تاني للquestion او السؤال. الcolumn B او العمود B بيبقى فيه A B C D E، وعندنا التكملة اللي موجودة كلمة London next week يعني مدينة لندن الأسبوع القادم، وبعد كده بي هي تكملة للquestion زي ما احنا شايفين علامة استفهام كمان، وكاتب help you، وبعدين سي كاتب at school يعني في المدرسة، دي كاتب with my family يعني مع أسرتي، وبعدين بعد كده اي كاتب you will pass the exam معناها انت هتعدي التست او هتقدر تنجح في الامتحان. طب ناس بقى الشاطرة نحاول بقى نشوف هنعمل ماتش ازاي. يفضل طبعا ان احنا نعمل اقواس جنب كل جملة، يعني مثلا الجملة دي هنعمل واحنا بنحل كده نعمل قوس عشان نكتب دي تبع 1 ولا 2، هنا كمان قوس ماشي، وهنا الجملة اللي هي دي و اي، ونشوف بقى بدل ما نقعد نوصل ونلخبط الدنيا بالتوصيل بتاعنا هنكتب رقم الجملة، الرقم الجملة اللي يتوافق مع التكملة بتاعتها. How can I اللي موجودة في بداية ال column A، How can I A، how can ينفع أقول How can I London next week، How can I help you، How can I at school، How can I with my family، How can I you will pass the exam. طبعا الشاطر عرفها على طول، المفروض ان هي بنقول How can I help you، How can I help you يعني ازاي اقدر اساعدك، فاحنا شايفينها ان هي B هي اللي بتتوافق مع number one،
فنكتب هنا جنب بي 1. اوكي، في القوس نكتب 1 جنب بي. طيب يبقى كده احنا عملنا ماتش او وصلنا نمبر 1 بي. How can I help you؟ يعني ازاي اقدر ان انا اساعدك. طب نمبر 2، if you study well، if you study well، لو ذاكرت كويس طبعا النتيجة هتكون ايه؟ احنا عارفين قاعدة F، F معناها لو، فلو ذاكرت كويس ايه النتيجة اللي هتحصل؟ study well، يبقى اكيد اكيد مش London next week ولا at school. ما ينفعش اقول if you study well at school. F يبقى لازم في نتيجة، لازم في حاجة هتحصل. If you study well with my family، طب فين النتيجة؟ مفيش. If you study well you will pass the exam، يعني لو ذاكرت كويس انت هتعدي الامتحان او هتنجح في الامتحان. دي كده التكملة المناسبة للجملة. If you study well you will pass the exam and you too if you study well you'll pass the exam sure ان شاء الله. طب هنعمل ايه؟ هنكتب بقى بالشكل ده number 2 عند E، لان اللي بتتوافق معاها هي E، يبقى هنكتب رقم 2 عند القوس اللي موجود جنب E. فهنكتب كده كلنا number 2. ويا ريت لو تقدروا مثلا تصوروا الورقة دي بالموبايل بتاعكو او مثلا تكتبوا ورايا واحنا بنكتب. number 3 او الجملة التالتة، I'm going to travel to. I'm going to travel to، يعني انا هسافر. طبعا I am going to هنا معناها سوف، او دي زمن الفيوتشر لو احنا فاكرين انه زمن الفيوتشر او زمن المستقبل. احنا عندنا هنا I'm going to يعني سوف، او انا هقوم بالحكاية دي. طب تفتكروا I'm going to ايه؟ I'm going to London to travel to London next week، تنفع جدا طبعا، ولا at school، ولا with my family. طبعا I'm going to travel to London next week هي المناسبة. يبقى احنا هنشوف I'm going to travel to دي رقم 3 او number 3، فاحنا هنكتب رقم 3 عند اللي بتتناسب معاه، وهي كلمة او جملة London next week. I'm going to travel to London next week، ونكتب بخط واضح. بعد كده في عندنا number 4. طبعا I'm going to travel to London next week معناها انا هسافر للندن الاسبوع القادم. طيب number 4، I study many subjects. I study many subjects معناها انه انا بذاكر مواد كتير. طيب I study many subjects ايه اللي فضل لنا؟ في طبعا with my family وفي at school. ايه المناسب؟ ما ينفعش ان احنا نقول I study many subjects with my family، هما الفاميلي مش هذاكر معاهم، لا طبعا. المناسب ان انا اقول I study many subjects at school، في المدرسة انا بدرس مواد كتير، ودي طبعا number 4. طيب number 5 او الخمسة، I live يعني انا بعيش، وطبعا I live فين او انا بعيش فين؟ I live with my family، انا بعيش مع عائلتي. I live with my family، فدي بتتناسب مع number 5 ودي، يبقى 5 ودي هما matching مع بعض. احنا هنا زي ما شايفين هو جالنا هنا 5 وهنا 5، فما فيش مشاكل وما فيش واحدة زيادة. هنا عندنا 5 جمل والتكملة بتاعتهم 5 جمل في الناحية التانية او في العمود التاني، فما فيش اي جمل زيادة هنا، فما فيش اي مشاكل. 5 و5 وعملنا لهم matching مع بعض او دمجناهم مع بعض. اوكي كده احنا عملنا revision على سؤال match. تعالوا نشوف كده سؤال reading او قطعة جايبها لكم، تعالوا نشوف كده نقراها واحدة واحدة، نحاول نفهم الكلمات اللي فيها ونفهم معناها، ونشوف أسئلة القطعة ممكن تيجي عاملة ازاي. Let's have a look at the screen. هنشوف كده على screen القطعة مكتوبة قدامنا. الباسج بتقول زي ما احنا هنشوف على screen، It is important to be healthy. It is important to be healthy، يعني مهم جدا ان الواحد يكون بصحة جيدة. It's important to be healthy. Important مهم، وطبعا كلمة healthy يعني بصحة جيدة. Three things can make you enjoy good health. نركز في المعلومات علشان هيجينا صح وغلط.
فنحاول نشوف بقى هي صح ولا غلط. اوكي، 3 things can make you enjoy good health. 3 حاجات بتخلينا ان احنا نقدر نكون بصحة جيدة. They are healthy food, exercise and good sleep. ايه هي بقى الثلاث حاجات دي؟ healthy food, exercise and good sleep. healthy food يعني طعام صحي، exercise يعني طبعا لعب الرياضة او اي نوع من انواع الرياضة، and good sleep وكمان النوم الجيد، ان الواحد ينام كويس. هي دي الثلاث حاجات اللي بتخلينا نبقى healthy. طيب healthy food is like meat. healthy food is like meat, rice, fruits and vegetables. بيقول لنا هنا ان الهيلثي فود مثال عليه الاكل الصحي ميت اللحمه طبعا، رايس الرز، فروتس فواكه، والفيجيتابلز اللي هي الخضروات. يبقى healthy food is like meat, rice, fruits and vegetables. We must do exercise for an hour every day. We must do exercise for an hour every day. لازم نلعب رياضة لمدة ساعة يوميا. Every day يعني كل يوم أو يوميا. You should sleep for 8 hours every day. لازم ننام 8 ساعات كل يوم. You should sleep for 8 hours every day. طيب نشوف تكملة الpassage. People who are not careful. طبعا كلمة careful careful. Okay. People who are not careful about these 3 things are going to be ill. الناس اللي مش هتبقى مهتمة بالثلاث حاجات دول هيعيوا، هيبقوا مريضين. They may also be very fat or very thin. كمان ممكن جدا ان هم يبقوا تخان جدا او يبقوا رفيعين جدا بشكل مرضي يعني. Doctors always advise us to be healthy. Doctors always advise us to be healthy. الدكاترة دايما بينصحونا ان احنا نبقى اصحاء او نحافظ على صحتنا. كده خلصت الباسج. اتمنى تكون اتفهمت. تعالوا بقى نشوف ايه الاسئلة اللي ممكن تجيلنا على باسج زي دي. تاني هرجع اقول هما 5 questions او 5 جمل على الباسج، بتبقى جمل صح وغلط. هنقرا الجملة ونقارنها باللي مكتوب في الباسج. لو هو زي اللي في الباسج يبقى طبعا هعمل تيك او صح، لو مش نفسها يبقى هعمل غلط. طب تعالوا بقى نشوف كده الفايف سنتنسز اهو. سنتنس نمبر 1، شاطر بقى لو تقعد تسمعها كده وتقراها معايا وتشوف هل هي نفس اللي قريناها في الباسج ولا لا، او طبعا هرجع لكم الباسج تاني عشان نقارن. 5 things can make you enjoy good health. 5 things can make you enjoy good health. طبعا الباسج بتكلم عن الهيلث. هو قال لنا انه 5 things can make you enjoy good health. طب تعالوا بقى نشوف كده الجزء اللي كان فيه هو بيقول كام حاجات اللي بتساعدنا ان احنا نكون صحتنا كويسة. تفتكروا بقى حد افتكر ولا ايه؟ تعال نشوف هما 5 ولا رقم تاني. طب هل هي things ولا حاجات تانية؟ فاحنا هنعمل check دلوقتي من الباسج. كاتب لنا هو في الجملة التانية انه 3 things can make you enjoy good health. 3 things can make you enjoy good health. طيب انت ممكن تكون شايفهم 5 things، ممكن حد تاني يكون شايفهم 10 things، حد شايف انهم 10 حاجات ولا 5 حاجات ولا 6 حاجات. مش مهم رأينا خالص طالما ان في passage موجودة في سؤال الباسج، ملناش دعوة بالرأينا او بالحاجة اللي احنا شايفينها. الحاجة الوحيدة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها هو الباسج كاتبة ايه. هما 3 في الباسج يبقى لازم يبقوا 3 في الجملة. لو هي رقم تاني في الجملة يبقى الجملة غلط. اوكي، حتى لو انت شايف انه ينفع يبقوا 5، ينفع يبقوا 10، يبقوا 6، لا المهم الباسج بتقول ايه. فطبعا الخطأ كان موجود في كلمة 3 things، المفروض انها تكون 5 things. فطبعا المفروض نغير كلمة 5 دي، احنا مش هنغيرها، احنا بس هنعمل علامة خطأ على الجملة. يبقى number 1 كانت خطأ، يبقى الإجابة بتاعت number 1 هي wrong أو خطأ، فهنعمل علامة خطأ في الأقواس أو between brackets.
طب تعال نشوف جملة تانية أو number two sentence two بتقول we need healthy food to give us energy. We need healthy food to give us energy. إحنا محتاجين أكل صحي علشان يدينا طاقة. We need healthy food to give us energy. طيب هل إحنا ده الجملة دي مكتوبة بالشكل ده في الجملة؟ تعالوا نعمل check تاني. We need healthy food to give us energy. طيب هو قالوا إن في three things. إيه هم بقى؟ They are healthy food, exercise and good sleep. Healthy food is like meat, rice, fruits and vegetables. تمام؟ وطبعا هو هنا ذكر لنا الهيلثي فود ان هو من الحاجات اللي احنا محتاجينها لحياتنا علشان نجيب الطاقة او ناخد طاقة. فطبعا كده الجملة دي صح او هنعمل عليها علامة صح. طب number three, you should sleep for 8 hours every day. You should sleep for 8 hours every day. المفروض ان انت تنام 8 ساعات في اليوم. ده معنى الجملة. You should sleep for 8 hours every day. هل دي معلومة مكتوبة في الباسج بالطريقة دي ولا هو قال حاجة غير sleep او ممكن يكون قال رقم تاني غير 8 او الجملة هي سليمة زي ما هي؟ تعالوا كده نشوف ونعمل مقارنة. اخر جملة عندنا هنا في الجزء ده كاتب you should sleep for 8 hours every day. كاتب لنا كده ان انت المفروض ان انت تنام لمدة 8 ساعات في اليوم. يبقى كده number 3 صح مش خطأ. اوكي يبقى number 3 سليمة زي ما مكتوبة في الباسج. يبقى 3 is correct وهنعمل عليها علامة صح. 4 doctors always advise us not to be healthy. Doctors always advise us not to be healthy. احنا المفروض بقى ناخد بالنا ان في السؤال بتاع الباسج نقرا كويس جدا والجمل دي نقراها كويس جدا، لان كلمه واحده بس اضافت للجمله هنا خلتها انها مختلفه عن اللي موجود في الباسج. فاحنا نقرا كويس. هو هنا كاتب لنا ايه؟ doctors always advises not to be healthy. طبعا كلمه not لو انا قريت بسرعه وفوتها انا هعمل ان الاجابه صح لان ده المكتوب، بس في الحقيقة هي الجملة دي خطأ لانه sure doctors advise us to be healthy. اكيد الدكتور بينصحنا ان احنا نكون healthy مش not، لا هي بيعملوا كده او بينصحونا بكده. ف doctors always advise us not to be healthy is wrong. دي خاطئة لان زي ما احنا شايفين هنا الجملة الاخيرة في الباسج كاتب doctors always advise us to be healthy مش not to be healthy. يبقى الإجابة number 4 هي خاطئة. طب number 5 بيقول we must do exercise for an hour every day. We must do exercise for an hour every day. احنا لازم نعمل exercise يعني نلعب رياضة لمدة ساعة كل يوم. يا ترى دي حاجة مذكورة في الباسج وبنفس النص كده وسليمة ولا لا؟ let's check. تعالوا نشوف الجزء الخاص ب do exercise موجود هنا نص we must do exercise for an hour every day. الجملة اللي قبل الأخيرة موجودة في السطر الثالث من تحت. السطر الثالث من تحت في نصه هنلاقي كلمة we، وطبعا هي دي الجملة اللي بتقول we must do exercise for an hour every day. يعني لازم ان احنا طبعا نلعب رياضة لمدة ساعة كل يوم. يبقى الإجابة الأخيرة دي لو قريناها بالتأني هنلاقيها إن هي ما فيهاش اختلاف عن الباسج. يبقى number 5 هي كمان صح أو إجابة سليمة. كده إحنا يعني اتكلمنا على السؤال بتاع الباسج. زي ما اتفقنا هتجيلنا قطعة مبسطة وسهلة زي اللي شفناها، وهيبقى فيه 5 جمل زي الجمل اللي إحنا شايفينهم على السكرين دول. واثناء ما احنا بقى بنقرا القطعه ممكن جدا الاقي الخمس جمل دي فيها حاجات منطقيه او حاجات انا موافق عليها ولكنها مختلفه عن القطعه، يبقى لازم هتبقى غلط طالما مختلفه عن القطعه. وطبعا هنركز كويس في القرايه ونشوف الجمله مكتوبه ازاي، هل في كلمه زياده، كلمه تغير المعنى.
فنعمل تشيك ونتأكد ان كل حاجة سليمة زي الباسج يبقى الإجابة صح، لو فيها اختلاف يبقى غلط. كده احنا يعني خلصنا الجزء بتاع القطعة، فاحنا عايزين دلوقتي نعمل براكتس تاني على حاجات تانية زي الحاجات اللي خدناها المرة اللي فاتت، بس أسئلة مختلفة. المرة اللي فاتت كنا خدنا سؤال situation بتاع الديالوج، هنحاول ناخد أسئلة ديالوج تاني، بس بسرعة كده عايزاكو يعني تحاولوا تجاوبولي على سؤال choose أنا كاتبهولكو هنا هتشوفوه على البيبر. سؤال choose ده بيقول إيه؟ بيقول you space walk when the traffic light is green. You space walk when the traffic light is green. طبعا walk انتوا عارفين معناها يمشي. when the traffic light اللي هي طبعا اشارة المرور is green بتكون لونها اخضر. يبقى في الحالة دي you can't walk ولا you can walk ولا you shouldn't walk. طبعا في حالة ان ال traffic light is green of course you can walk، تقدر ان انت تمشي، لان green دي معناها انك تقدر تتحرك. ف you can walk when the traffic light is green. الاجابة السليمة هي كلمة can. عندي هنا كلمة can't ما تنفعش لان معناها انه ما ينفعش امشي. طبعا ده غلط، لما بتكون green يبقى I can walk. وشودنت طبعا دي نصيحة ومعناه بيقولك بينصحك انك ما ينفعش انك تمشي والاشارة خضراء، ولكن طبعا غلط لانه I can walk when the traffic light is green. طيب هنكتب كده جمل تانية، جملة تانية choose شبه جدا الجملة اللي احنا شفناها. فالجملة اللي احنا هنكتبها بتقول you وبعدين space stop you space stop when the traffic light when the traffic light is red. تمام you space stop when the traffic light is red. ومدينا اختيارات can't وكلمة must وكلمة mustn't. دي في الاختيارات، فكروا بقى معايا بسرعة كده mustn't و must و can't. والجملة بتقول you stop، الفاتت كان فيها walk، المرة دي احنا جبنا كلمة stop. You space stop when the traffic light is red. لما بتكون إشارة المرور لونها أحمر ساعتها أو في الحالة دي بتدينا إشارة حمراء، يبقى في الحالة دي أقف ولا أمشي؟ طبعا لازم أقف. هنا كتب لي طبعا كلمة stop، يبقى المفروض إن أنا أختار الverb can't stop يعني ما ينفعش أقف، ولا must stop يعني لازم أقف لما تكون الإشارة لونها أحمر، ولا mustn't stop لا يجب أن تقف لما تكون الإشارة لونها أحمر. طبعا المفروض إن ال correct answer هي must stop. You must stop when the traffic light is red. لازم تقف لما تكون إشارة المرور لونها أحمر. طب تعالوا ناخد بقى كده dialogue تاني. نبتدي ناخد dialogues ونشوف ممكن بقى من الاختيارات انتوا هتختاروا ايه علشان نكمل بيه الديالوج او الماني ديالوج اللي هناخده. في سيتويشن مثلا بيقول your friend is happy because he succeeded. صديقك نجح لان فرحان او مبسوط لانه نجح. اوكي في الحالة دي احنا هنكتب طبعا دلوقتي ده السيتويشن او جملة السيتويشن اللي انا قلت ان انتوا لازم تقروها الاول وبعد كده تقروا الديالوج. your friend بقى بيقول لك ايه؟ صديقك بيقول لك ايه؟ your friend says او بيقول I passed
My exam. أنا اجتزت الامتحان. I passed my exam. Okay. المفروض ان انت you هترد عليه رد معين. Okay. وطبعا هيسيب لك الفراغ ده كده ويجيب لنا الاختيارات اللي هنختار منها. A هتقول له ايه او هترد على حاجة زي كده ازاي؟ هتقول له that's unbelievable. هتقول له congratulations. تمام؟ ولا هتقول له impossible. اوكي، ده كده الاختيارات اللي موجودة قدامنا. Your friend is happy because he succeeded. صديقك سعيد لأنه هو نجح. Friend قال لنا إيه؟ I passed my exam. أنا عديت الامتحان بتاعي. فأنت هتقول له إيه؟ That's unbelievable. ده شيء لا يصدق. أنت متفاجئ بشكل إن أنت مش مصدق الموضوع. ولا congratulations تهانينا. ولا impossible مستحيل. طبعا المفروض حد قال لي خلاص انا عديت الامتحان وده تم، يبقى اقول له congratulations يعني تهانينا او زي الف مبروك كده عندنا. اوكي طيب، في situation تاني. اوكي situation بيقول your sister، اختك او اختك. your sister wastes a lot of time, wastes a lot of time on TV. اوكي، المفروض ان انت give her advice. You give her an You give her advice. انت بتحاول ان انت تنصحها. Okay. You give her advice. حاول ان انت تنصحها. فطبعا your sister بتقول ايه؟ السيستر قالت I can't stop watching TV. I can't stop watching TV. مش قادرة ان انا بطل اتفرج على التلفزيون. You هنا بتقول حاجة معينة هنشوفها في الاختيارات وهنشوف المفروض تتقال ازاي. طبعا ايه الكلام اللي موجود عندي في الchoices؟ A that's a good idea. That's a good idea. B I'm not sure. C You should stop wasting your time. تمام، يبقى احنا عندنا الجمل دي زي ما احنا شايفين. هنقرا situation تاني. Your sister wastes a lot of time on TV. اختك بتضيع وقت كتير على مشاهدة التلفزيون. Give her advice، اديها نصيحة. Sister قالت I can't stop watching TV. مش قادرة ابطل اتفرج على التلفزيون. انت المفروض هترد عليها وتقول لها حاجة. اول حاجة اللي هي ايه؟ That's a good idea. That's a good idea. احنا اتفقنا قبل كده ان هي كلمة بتتقال لما اكون بأكد على فكرة معينة او اقتراح معين عجبني. فاقول that's a good idea. يعني دي فكرة جميلة جدا. طبعا السيتويشن هنا مختلف. السيتويشن هنا المفروض ان انا ضد انها بتتفرج على التي في، والمفروض ان انا اقول لها نصيحة
لان اللي بتعمله ده خطأ، فما ينفعش اقول that's a good idea. لو قلت كده يبقى انا موافق، فدي ما تنفعش. طيب I'm not sure، انا مش متأكد، طبعا دي حاجة ملهاش علاقة بالسيتويشن اصلا. طب الجملة الاخيرة بتقول ايه؟ You should stop wasting your time، يعني المفروض تبطلي تضيعي وقتك. You should stop wasting your time. طبعا احنا عارفين ان كلمة should احنا بنستخدمها كتير جدا، او من الكلمات الاساسية في ان احنا ندي نصيحة. فطبعا ال correct answer هي You should stop wasting your time. Okay, you should stop wasting your time. طيب تعالوا ناخد situation تاني. في موقف تاني هنكتبه دلوقتي، او اتمنى كده ان انتوا تكونوا بتحلوا معايا قبل كمان ما اقول لكم الاجابة. والsituation بيقول your friend invites you يعني بيدعوك to his graduation party. To his graduation party، صديقك بيدعوك لحفل تخرجه. Invites you to his graduation party. You are busy، لكن انت للأسف مشغول. You are busy، كلمة busy يعني مشغول، فانت اكيد طبعا لو مشغول يعني هنشوف بقى ايه الاجابات، اكيد مش هتعرف تروح. فطبعا الفريند بيقول لنا ايه؟ Your friend says I invite you to my graduation. بنعمل شرطة ونكمل الجملة تحت الكلمة graduation party. اوكي، فانت المفروض تقول له حاجة، الحاجة دي طبعا المفروض تعبر عن السيتويشن اللي موجود هنا. انت هنا المفروض busy، يبقى لازم نختار الحاجة اللي ليها علاقة بان تبين ان انت busy. فالاختيار الاول I'm coming for sure. I'm coming for sure. يعني انا اكيد جاي. B. That's boring. That's boring. كلنا طبعا خدنا كلمة boring قبل كده، معناه حاجة مملة. That's boring. طيب C. C طبعا بيكتب فيها I would like to come but I am very busy. Okay, طب تعالوا نقرا السيتويشن تاني. Your friend invites you to his graduation party. Your friend invites you to his graduation party. صديقك بيدعوك لحفلة التخرج بتاعه. You are busy، انت مشغول. الفريند قال ايه؟ I invite you to my graduation party. انا بدعوك للgraduation party بتاعتي. انت قلت ايه؟ I'm coming for sure، انا جاي اكيد. طبعا دي ما تتناسبش مع كلمة you are busy، ان انت مشغول. طيب that's boring، ده شيء ممل جدا ملهاش علاقة خالص، وطبعا مش تتناسب مع السيتويشن بتاعنا. لكن ال correct answer هي C، بيقول له I would like to come but I am very busy. انا كان نفسي حقيقي اني اجي ولكن انا مشغول جدا جدا. اوكي، فالمفروض ان الانسر هنا تكون I would like to come but I'm very busy. طيب ناخد سيتويشن كمان. السيتويشن التاني ده بيقول ايه؟ You
offer your mother help in housework. Housework زي ما احنا عارفين كلمة housework يعني أعمال المنزلية أو شغل البيت، التنظيف والغسيل والكلام ده كله، فده بنسميه housework. غير كلمة homework، homework طبعا اللي هو الواجب المدرسي اللي احنا بناخده من المدرسة بنقعد نحله، لكن housework، housework ده يعني شغل البيت. You offer your mother help in housework. انت بتعرض على مامتك انك تساعدها في شغل البيت. اوكي طيب، ايه بقى السيتويشن؟ طبعا انت هتقول حاجة لماما. You انت قلت شيء معين او هتقول لوالدتك شيء معين. وبعد كده your mother بقى او الام هتقول This is nice of you. ده شيء جيد جدا منك او دي حاجة لطيفة منك. طب ايه الاختيارات بقى بتاعت السبيس بتاعنا هنا او اللي انت المفروض تكون قلته؟ طبعا في ممكن نقول can I help you mom ممكن اقول would you like a drink تمام would you like a drink ممكن نقول that's so hard that's so hard يعني ده شيء صعب جدا. نقول السيتويشن تاني. You offer your mother help in housework. You offer your mother help in housework. تعرض على والدتك او مامتك المساعدة في شغل البيت. You انت قلت شيء معين وبعدين mother قالت this is nice of you دي حاجة جميلة جدا منك او جيدة منك. في الامتحان طبعا ممكن جدا يبقى كاتب لنا هنا between brackets رقم واحد مثلا، رقم اتنين، رقم تلاتة. ده مش معناه ان هي دي فيها كتابة ومحلولة، لا طبعا ده بيرقم لك بس السبيسز او الفراغات اللي موجودة. اوكي لكن طبعا ده معناه ان دي اول فراغ موجود، لو اتنين يبقى ده تاني فراغ موجود، فالمفروض ان احنا نحل الفراغ ده او نملاه. طيب this is nice of you يعني ده شيء جيد منك. الاجابات can I help you mom Can I help you, mom? أو B, would you like a drink? Would you like a drink? يعني هل أنت محتاجة تشربي أجيب لك drink? That's so hard. يعني ده شيء صعب جدا أو دي حاجة صعبة جدا. طبعا المفروض أن اللي تكون مناسبة هي Can I help you, mom? Can I help you, mom? دي كده الجملة المناسبة. المفروض أن احنا بنقول Can I help you, mom? فطبعا الإجابة السليمة هي Can I help you, mom? Okay. أقدر أساعدك. في عندنا طبعاً situation تاني بيقول you need someone to help you carry your heavy luggage. كلمة luggage يا ولاد معناها الشنط او الحقائب بتاعت السفر بتاعتنا، يعني ممكن اقول bags، ممكن اقول luggage baggage، ممكن اقول suitcases اللي هي كل ده معناه الحقائب بتاعة السفر. فluggage يعني الحقائب والامتعة، لو معايا شنط
واكياس وحاجات كده اللي انا بسافر بيها بسميها luggage او بسميها baggage. طيب you need someone to help you carry your heavy luggage. انت محتاج حد عشان يساعدك تشيل الشنط التقيلة او الامتعتك الثقيلة دي. تمام؟ فانت طبعا قلت حاجة كده. تمام؟ فقلنا جملة وبعدين في مثلا your friend او صديقك قال sure بالتأكيد I'll be happy to help you. I'll be happy to help you. تمام؟ طيب نشوف بقى ايه الاختيارات اللي ممكن تكون متاحة. A is this heavy؟ ده كده سؤال. Is this heavy؟ B could you help me carry my suitcases, please. وطبعا السي بيقول no, this is not true. No, this is not true. Okay. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي من دول اللي يبقى منطقي مع السيتويشن بتاعنا. عندنا طبعا you need someone to help you carry your heavy luggage. انت محتاج حد يساعدك عشان تشيل الحقائب الثقيلة بتاعتنا. فهنقول حاجة وبعدين الفريند هيرد عليا يقولي sure I'll be happy to help you. الاختيارات بتقول is this heavy؟ هل ده تقيل؟ طبعا ملهاش اي دعوة مش معنى ان احنا شفنا كلمة heavy يبقى هنا وهنا يبقى هي دي الاختيار السليم. لا، لازم تكون ليها معنى. ف is this heavy يعني هل ده تقيل، وده طبعا مش اللي موجود في situation او مش ده اللي انا بسأل عنه، انا بطلب المساعدة من حد. فطبعا the first one او A is wrong، هي خاطئة. طيب B could you help me carry my suitcases please؟ طبعا دي الإجابة السليمة لأن التالتة no this is not true، لا ده مش حقيقي ملهاش أي علاقة بالموقف. فالإجابة السليمة هي could you help me carry my suitcases please. ده طبعا الريكوست أو إن أنا بطلب حاجة بأدب من شخص معين، فبسأل بكلمة could you help me carry the suitcases please. هل ممكن تساعدني، تقدر تساعدني إن أنا أشيل السوتكيسز بتاعتي؟ ده كده السيتويشن المناسب. طيب تعالوا نشوف situation تاني او many dialect تاني. الماني dialect ده بيقول your mother is going to visit her sister. She invites you to come with her. To come with her. هي بتدعوك أو مام تدعوك إنك تيجي معاها. هي رايحة تزور أختها اللي هي عمته أو خالته، يعني خالته طبعا، وهي بتدعوك ان انت تيجي معاها. ف mother بتقول ايه او الام بتقول ايه؟ mother says mother says come with me. Come with me to see your aunt. To see your aunt. تعال معايا علشان تشوف عمته او تشوف خالته. اوكي come with me to see your aunt. اوكي الاجابات اللي متاحه طبعا انت المفروض هترد بطريقه معينه، هتقول حاجه
فالإجابة هتكون الاختيارات بتقول A I didn't like it very much. تمام. B بتقول I'll come with you. I really miss her. Miss her. C بيقول Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. اوكي، دي الإجابات اللي موجودة. تعالوا بقى نفكر كده ونشوف ايه المناسب فيها. نقرا السيتويشن تاني. Your mother is going to visit her sister. مامتك هتزور اختها. She invites you to come with her. وهي تدعوك انك تيجي معاها او تروح معاها. Mother قالت come with me to see your aunt. تعالى معايا علشان تشوف عمته. خالته طبعا، لان دي اخت الام فتبقى خالته. فانت رديت بحاجة معينة. فالردود اللي موجودة او choices اللي قدامنا I didn't like it very much، ما عجبتنيش قوي. okay. I'll come with you. I really miss her. انا هاجي معاكي، هي فعلا وحشاني. Happy Mother's Day، عيد ميلاد، عيد ام سعيد. طبعا المفروض الاجابة السليمة تكون I'll come with you. I really miss her. انا هاجي معاكي لان انا فعلا هي وحشتني. هناخد موقف واحد اخير قبل ما نختم الحلقة. الموقف بيقول your friend's birthday is today. تمام. عيد ميلاد صديقك النهاردة. فطبعا انت بتقول له حاجة، يو بتقول حاجة، وفريند رد عليك وقال لك thank you. اوكي، او شكرا. فطبعا لو انا عندي my friend عيد ميلاده النهاردة، طبيعي جدا هقول له ايه. هنشوف الchoices. Congratulations. Congratulations, you did it. ولا B, happy birthday. Happy birthday. ولا C, it's an amazing. It's amazing weather. اوكي، طبعا زي ما احنا شايفين الاختيارات هنا. Your friend's birthday is today. عيد ميلاد صديقك النهاردة. انت قلت له حاجة فرد عليك وقال لك thank you. المفروض تكون تقول له ايه في عيد ميلاده؟ Congratulations, you did it. مبروك، انت عملتها خلاص، او انت قدرت ان انت تعملها. Happy birthday، طبعا عيد ميلاد سعيد. ولا it's amazing weather، الطقس رائع جدا. طبعا معروفة والمفروض تكون سهلة للجميع. هنقول happy birthday لصديقنا في عيد ميلاده. ودي كده كانت اخر سؤال معانا النهاردة. طبعا بتمنى ان انتوا تعدوا الامتحان بخير. و I'm sure that you can do it. انا متأكدة ان انتوا تقدروا تجتازوا الامتحان. Just study well and exercise a lot. ذاكروا كويس واعملوا practice كتير. Wish you the best of luck and all of the success in your life. Thank you and goodbye.